الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه الغزيرة وفضائله العديدة. كم لله من نعمة علينا وكم له من إحسان وجهه إلينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعندنا في هذا اليوم قصتان وحادثتان تاريخيتان تحدث الله جل وعلا عنهما في كتابه في مواطن، وفيهما من المعاني والحكم والأحكام الشيء الكثير، وهما قصة إبراهيم وقصة لوط عليهما السلام. فلعلنا نستمع أولا للآيات التي وردت في ذلك، ثم بعد ذلك نستمع إلى شيء من معانيها وأحكامها وفوائدها. فليتفضل القارئ مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد.
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يذكر الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم ما آتاه الله من صفة الكرم، حيث كان محله محلا مفتوحا، وبالتالي من أراد الدخول إليه فلا يحتاج إلى استئذان. ومن هنا لما أرسل الله جل وعلا هؤلاء الملائكة دخلوا مجلس إبراهيم فسلموا عليه ولم يستأذنوا منه، وما ذاك إلا لكون مكانه مفتوحا للزائرين. وقوله هنا ولقد جاءت رسلنا، يعني طائفة من الملائكة أرسلهم الله إلى إبراهيم بالبشرى، يبشرونه بنجاة لوط عليه السلام وبهلاك القوم الظالمين. حينئذ ابتدأوه بالسلام فقالوا سلام، يعني نهدي لك سلاما ونسلم عليك سلاما، فرد عليهم بقوله سلام يعني عليكم. والأولى منصوبة لأنها مفعول لفعل محذوف، والثانية مبتدأ في جملة اسمية. والمبتدأ أقوى رسوخا من المفعول لأنه يدل على الثبوت والدوام، بخلاف المفعول فإنه يدل على شيء من التجدد. قال فما لبث، يعني بسرعة وفي وقت يسير، ذهب إبراهيم عليه السلام فجاء بعجل حنيذ. العجل أبناء البقر، والحنيذ المحمي على الحجارة والرضف، بحيث يجعلون على النار حجارة نظيفة ثم يجعلون العجل عليها من أجل أن يكون ذلك طريقا إلى استوائها ونضجها. وجاء في سورة الذاريات وصفه بأنه سمين، وهذا يدلك على ما اتصف به نبي الله إبراهيم من الكرم، فإن طعامه كان جاهزا ولم يحتج معه إلى تجهيز، لأنه يستقبل الأضياف وينتظرهم. قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني أنهم لم يأكلوا من الطعام، وذلك أنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون، وحينئذ استغرب كيف يأتون إليه ثم يدخلون في مجلس الضيافة، فإذا قدمت لهم الضيافة ووضع الطعام بين أيديهم لم يأكلوا منه، فهذا مثير للشك والريبة.
ولذا قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي أنهم لا يأكلون بل لا يلمسون الطعام مجرد مس، وحينئذ نكرهم أي استغرب من فعلهم، فإنه لا يفعله الأضياف، وبالتالي علم أن لهم مرادا آخر غير الضيافة، وبالتالي أوجس منهم خيفة، أي وجد في قلبه خيفة واحتياط منهم، وإن لم يتكلم بذلك بلسانه وإنما استشعره بقلبه، وما ذاك إلا لما كان عليه إبراهيم من حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. حينئذ خاطبوه بما يزيل هذا الخوف، فقالوا له لا تخف، أي لا تقلق ولا تستريب منا، فإن لنا مهمة ألا وهي أن أرسلنا إلى قوم لوط. فقالوا له بأنهم ملائكة أرسلهم الله بنجاة لوط عليه السلام وبهلاك القوم الظالمين، وهذا من الأمور التي كان يهتم لها إبراهيم عليه السلام، وكانوا في ذلك المقام بجوار امرأته التي ترتب الطعام وتهيئه، فلما سمعت هذه المقالة وكانت أيضا تهتم للوط عليه السلام وما يلقاه من الأذى من قومه، فحينئذ استبشرت وضحكت، وكان ذلك داعيا لسرورها، لأن المؤمن يفرح بنجاة إخوانه المؤمنين. حينئذ لما استبشرت بنجاة لوط بشرها أولئك الملائكة بولد يأتيها اسمه إسحاق، ثم هذا الولد لا ينقطع نسله بل يأتي له ولد اسمه يعقوب، ولذا قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. حينئذ استغربت من هذه البشارة وقالت يا ويلتا، أي هذا أمر غريب بعيد التفكير، ألا وهو كيف ألد وكيف يأتيني الولد وعندنا مانعان عظيمان، أولهما أنها قد بلغت سنا كبيرا، وثانيها أنها عقيم، وثالثها أن زوجها أيضا شيخ كبير قد بلغ سنا عالية. فحينئذ بينت لهم وجه العجب من كلامهم، فخاطبوها فقالوا لا تعجبي من ذلك، ولا يكن من شأنك التوقف في المبادرة لتصديق خبر الله، فإن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، ولذا قالوا وتعجبين من أمر الله حينما قضى بأن يكون لك الولد. وبين لها معنى، ألا وهو أن الله قد جعل لأهل بيت إبراهيم رحمة خاصة، ولذا قال رحمة الله وبركاته، والبركات الزيادة في النماء والخير المضاعف الذي يناله من تحل البركة عليه. ثم قال أهل البيت، يعني بيت إبراهيم عليه السلام. ثم وصف الملائكة رب العزة والجلال فقالوا إنه حميد مجيد. حميد تشتمل معنيين، أنه يحمد أهل الخير والفضل فيما يفعلونه، وبالتالي جاز ذلكم النبي الصالح بما عنده من دعوة للتوحيد وما لديه من مكارم أخلاق بأن جعل له الولد. وكذلك هو حميد بمعنى محمود،
أي أن له الصفات الجميلة التي يحمد ويثنى عليه بها، ومن وكذلك لديه الأفعال الفاضلة التي يحمد عليها، فهو أهل البر والإحسان سبحانه وتعالى، وهو المجيد الذي له المجد الكامل والرفعة والسناء والعزة سبحانه وتعالى. حينئذ ذهب عن إبراهيم الروع، فإنه كان خائفاً مرتاعاً من هؤلاء القوم الذين جاءوا إليه فلم يطعموا طعامه. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى بإهلاك قوم لوط ونجاة لوط وبالولد، حينئذ أصبح يرد الكلام في قوم لوط لعلهم أن يتوبوا إلى الله، يستأني بهم العذاب، يرجو أن يكون منهم استجابة لدعوة الحق وبعد عن المنكرات التي كانوا يقدمون عليها. ولذا بدأ يناقش الملائكة لعل العقاب على قوم لوط يؤجل، ثم فكان هذا سببا لأن يصفه الله بأنه حليم، أي لا يستعجل في مرادة أهل السوء والباطل على باطلهم، بل يحلم في ذلك كله. وهو أيضا أواه، أي متضرع إلى الله، خاشع بين يديه، عابد لربه سبحانه. وكذلك هو منيب، أي رجاع يعود إلى الله جل وعلا. فحينئذ جاء الخطاب موجها إلى إبراهيم، فقيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، أي لا تجادل عن هؤلاء الظالمين ولا تطلب تأخير العذاب عنهم، إنه قد جاء أمر ربك، أي صدر الأمر الإلهي الكوني بإيقاع العذاب على هؤلاء القوم الظالمين قوم لوط. وبالتالي فقضاء الله لا يرد وحكمه نافذ. ثم قال: وإنهم، أي وصل أمر الله ومن ثم لا بد أن يأتيهم وأن يجري عليهم عذاب الله الذي لا يمكن لأحد من الخلق أن يرده. ثم انتقلت الآيات إلى ذكر وصول هؤلاء الملائكة إلى لوط عليه السلام، ولذا قال: ولما جاءت رسلنا لوطا، أي في الوقت الذي وصل الملائكة الذين أرسلهم الله إلى لوط، ما كان من لوط وهو لا يعرفهم ولا يعلم من هم إلا أن سيء بهم وضاق بهم ذرعا. فسيء بمعنى أنه جعلاه أمر يسوءه ويحزن من أجله، فإنه قدم إليه أناس على هيئة حسنة وليس في وجوههم شعر، وبالتالي خشي أن يكون بيته سببا من أسباب ورود قومه عليهم ليفعلوا بهم الفاحشة، ومن ثم ضاق بهم ذرعا، أي حزن أشد الحزن وتخوف من العاقبة التي ستكون بعد ذلك. وحينئذ قال عليه السلام: هذا يوم عصيب، أي شديد يخشى من سوء عاقبته، فإنه قد خشي على أضيافه. حينئذ جاءه قومه، وقد قيل بأن امرأته ذهبت إلى قومها فأخبرتهم بهؤلاء الأضياف وما هم عليه من هيئة حسنة،
وجمال في الخلقة، فمن ثم جاءوا مسرعين. ولذا قال وجاءه قومه، أي أتوا إليه في بيت لوط يهرعون إليه، أي مسرعين يريدون ألا يفوتهم هؤلاء الأضياف. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي قبل هذه الحادثة كان من شأنهم الاستمرار على فعل فاحشة اللواط التي كانوا مستمرين عليها. حينئذ خرج إليهم وخاطبهم وخوفهم وقال إما أن تخافوا من الله وإما أن تقدرونني فلا تجعلونني أخزى بسبب فعلكم. ولذا قال يا قومي هؤلاء بناتي، أرشدهم إلى الحلال ليتركوا به الحرام. وقد قيل بأن المراد هنا هؤلاء زوجاتكم اللاتي هن بمثابة بنات لي، وقال آخرون بأنه قال هؤلاء بناتي يعني أزوجكم بهن، وبالتالي تستغنون بذلك عن فعل الفاحشة، أو أن مراده أنكم بجنس فعلكم مع النساء تستغنون عن مثل هذا الفعل من الرجال، وليس المراد به خصوص بنات بأعيانهن. ولذا قال هن يعني النساء أطهر لكم في جماعهن وأبعد لكم عن السوء والشر. ولذا قال مبينا أو موضحا السبب الذي يجعله يطلب منهم ألا يتعرضوا لأضيافه، فقال فاتقوا الله، أي خافوا من الله أن تفعلوا هذا الفعل الشنيع مع هؤلاء الأضياف. وأما المعنى الثاني فقال إنه يلحقني عار وخزي بسبب فعلكم متى أقدمتم عليه مع أضيافي. ولذا قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. ثم قال أليس منكم رجل رشيد، أي يتأمل في عواقب الأمور ويعرف مآلاتها، وبالتالي يحذر من فعلكم السيء الذي تنوون الإقدام عليه. حينئذ قالوا له لقد علمت، أي إنك تيقنت وعرفت معرفة تامة ما لنا في بناتك من حق. قيل بأن المراد بأننا لا نرغب في النساء، فحق يعني رغبة. وقيل بأن المراد بذلك أنه ليس لنا من حق في بناتك أن نجامعهن بدون أن يكون هناك عقد سابق. ولذا قالوا وإنك لتعلم ما نريد، وفي قوله وإنك لتعلم ما نريد ترجيح للقول الأول في تفسير قوله من حق يعني من رغبة. ولذا قالوا وإنك، أي إنك تجزم بما نرغب فيه وهو فعل الفاحشة بهؤلاء الأضياف. فحينئذ قال لهم لوط عليه السلام لو أن لي بكم قوة، أي لو عندي قدرة على ردكم ومنعكم من إرادتكم الفاسدة، أو لدي من أتقوى به من البشر فآوي، أي أستند إلى ركن شديد، أي إلى من أكون معه قويا أستطيع به ردكم عن فعلكم السيء. الذي حصل أنهم دخلوا فطمس الله على أعينهم فلم يروا الملائكة وخرجوا حينئذ.
فلما خرجوا قال الملائكة للوط عليه السلام: إن رسل ربك، أي نحن موجهون من الله جل وعلا لك، نخبرك بنجاتك وهلاك قومك لما هم عليه من أمور شنيعة من عبودية غير الله، ومن الإقدام على الفواحش، ومن قطع الطريق. ولذا قالوا: إنا رسل ربك. لن يصلوا إليك، أي لن يتمكنوا من تحقيق مرادهم السيء الذي يريدونه بك، إما أنهم يريدون إيقاع العقوبة بلوط لكونه لم يمكنهم من أضيافه، وإما أنهم أرادوا أضياف لوط ليفعلوا بهم الفاحشة. فحينئذ وجهوه فقالوا له: فأسر بأهلك، يعني سر بهم في هذا الليل، ولا تلبث أي وقت، ولا تتأنى، بل اخرج مباشرة. قال: فأسر بأهلك، أي جميع من تحت يدك من ذريتك وأهل بيتك، بقطع من الليل، أي بجانب من الليل، بحيث لا يعترضونك في خروجك، ولا يلتفت منكم أحد، أي ليكن خروجكم بسرعة من أجل أن لا يدرككم العذاب، حتى مجرد الالتفات إليهم لا يكن منكم التفات، خشية من أن يصيبكم ما يصيب القوم الظالمين. ولذا قال: ولا يلتفت منكم أحد. ثم استثنى فقال: إلا امرأتك، أي لا تأخذها معك ولا تكن معكم من الناجين. وقد ذكر الله جل وعلا أن امرأة لوط لم تسر على طريقته، فكانت تخالف هدي لوط، ولذلك قضى الله أن يأتيها من العذاب ما أتى القوم الظالمين. فقال: إنه مصيبها، أي نازل بها وواقع بها ما أصابهم من العذاب الشديد والعقوبة الأليمة. ثم قال: إن موعدهم الصبح، أي وقت نزول العذاب بهم ليس في الليل وإنما في النهار، ليكون هذا أظهر لقوة رب العزة والجلال، حيث أوقع بهم العذاب حال مشاهدتهم. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب، أي إن صباح ذلك اليوم في وقت قريب يسير قدومه. وحينئذ خرج لوط عليه السلام ونجاه الله من هذه العقوبة. فلما أصبحوا جاء أمر الله بنزول العقوبة، فرفعت ديارهم ثم قلبت عليهم وأمطروا بالحجارة الشديدة. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، أي قلبت عليهم ديارهم وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. السجيل أي النار شديدة الحرارة، والمنضود أي المصفوف المتتابع الذي ليس فيه انقطاع. ثم قال: مسومة عند ربك، أي أنها قد علمت وجعل لها علامة لأنها لعقوبة الظالمين. وبالتالي قال: وما هي، أي هذه الحجارة التي من سجيل من الظالمين ببعيد، ومن ثم يخشى الظالمون من أن تنزل بهم مثل هذه العقوبات. هذه آيات عظيمة فيها فوائد وحكم كثيرة. فمن فوائد هذه الآيات:
فضل إبراهيم عليه السلام ورفعة مكانته عند الله جل وعلا، وفيها ما اتصف به إبراهيم من مكارم الأخلاق، فقد كان كريماً وكان حليماً وكان أديباً وكان منيباً إلى الله جل وعلا، وكان يبذل من ماله في إقراء أضيافه. وفي هذه الآيات ذكر شيء من آداب الضيافة التي ينبغي بالإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالاقتداء بإبراهيم فيها. وفي هذه الآيات مشروعية تحية السلام، وأنها كانت على عهد إبراهيم عليه السلام، وقد جاءت الأحاديث بأن السلام تحية آدم وذريته من بعده. وفي هذه الآيات إجابة المحيي بتحية أفضل من تحيته، فهم حيوه بسلام مفعول لفعل محذوف، فحياهم بما هو أفضل منه، وهو سلام بجملة اسمية دالة على الثبات والاستقرار. وفي هذا دلالة على أن من فتح بيته للأضياف لا يحتاج للدخول إليه إلى استثناء إلى استئذان. وحينئذ لما دخل هؤلاء القوم لم يستأذنوا في الدخول. وفي هذه الآيات مشروعية تهيئة الطعام للأضياف، وأنها سنة إبراهيم عليه السلام. وفي هذه الآيات تحضير الطعام وجعله جاهزاً ليقدم للأضياف بمجرد قدومهم على مضيفهم. وفي هذه الآيات وضع الطعام الكثير للأعداد اليسيرة. وفي هذا أيضاً أن أكل البقر ليس مما يؤاخذ به أو يستنقص لآكله. وفي هذا أيضا جواز تقديم ذبيحة تامة للأضياف متى علم احتياجهم لها. وفي هذه الآيات الاستدلال بالعلامات الظاهرة على بواطن الأمور، فقد استدل إبراهيم بعدم أكلهم على الريبة منهم. وفي هذه الآيات أيضا أن الإنسان الضيف ينبغي به أن يأكل عند من أضافه ولو الشيء اليسير، ليكون هذا أدعى للأنس فيما بينهم. وفي هذه الآيات أنه إذا خشي الإنسان من أمر من الأمور لا ينبغي به أن يظهره وأن يبينه، بل عليه أن يكتمه مع بذله للأسباب التي تكون طريقاً لسلامته ونجاته مما يخاف منه. وفي هذه الآيات استحباب التبشير بالخير، كما بشر الملائكة إبراهيم بنجاة لوط، وبشروه أيضا وزوجه بالولد إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وفي هذه الآيات خدمة المرأة لزوجها وأضيافه، كما فعلت امرأة إبراهيم عليه السلام. وفي هذه الآيات فرح المؤمن بنجاة إخوانه المؤمنين، كما فرحت سارة زوج إبراهيم بنجاة لوط عليه السلام. وفي هذه الآيات أن الله قد جعل الجزاء من جنس العمل، فلما فرحت بالخير أفرحها الله بالولد. وفي الحديث
أنه لا ينبغي بالإنسان أن يستبعد على الله شيئا، فإن الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. واستدل بهذه الآيات على استحباب الغبطة والفرح بوجود الولد، واستدل بهذه الآيات على جواز بذل الأسباب المؤدية إلى العلاج من العقم، وعلى أي كان هذا العلاج. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يخرج من الشيء ما يضاد طبيعته. وفي هذه الآيات أيضا أن الله جل وعلا قد جعل على أهل بيت إبراهيم من البركة، بحيث كانت النبوة في ذريته من بعده. وفي هذه الأحاديث أن الإنسان عندما يذهب عنه الخوف والروع يعود إليه تفكيره ويهتدي إلى ما يعود عليه بالخير. وفي هذه الآيات أن الإنسان لا ينبغي به أن يجادل في الأمر المحتوم الذي لا يمكن إبعاده، ومن ذلك المجادلة في أمور ماضية قد سبق وقوعها وحدوثها، فإن المجادلة في ذلك لا تنفع في شيء ولا تعود بأي خير أو مصلحة أو منفعة. وفي هذه الآيات استحباب تدرب الإنسان على الحلم، بحيث يكون متأنيا في معالجة الأمور، لا يبادر إلى معالجتها بعجلة تجعله لا يعطي الأمور حقها، ولا يأتي من الأفعال ما يتناسب مع حاله، فإن الانفعال قد يجر الإنسان على أفعال لا تحمد عقباها. وفي الآيات الترغيب في التضرع إلى الله والإنابة بين يديه، وفي الآيات الترغيب في تذكر الإنسان الرجوع إلى الله والعودة إليه سبحانه وتعالى ما بين وقت وآخر. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان ينبغي به أن يتأمل في العقوبات التي ينزلها الله على بني آدم، سواء كانوا في عصره أو كانوا في عصور ماضية. وقد قيل: السعيد من وعظ بغيره. وفي هذه الآيات فضل نبي الله لوط عليه السلام، حيث أرسل الله له الملائكة لتخبره بوقوع العذاب قبل وقوعه. وفي هذه الآيات جواز وصف الزمان بأوصاف الضيق والحرج متى كان كذلك، ولذا قال لوط: هذا يوم عصيب. وأن ذلك لا يعد من التشاؤم أو من سب الدهر المنهي عنه شرعا، وإنما هو وصف لواقع الحال. وفي هذه الآيات وصف الشيء بما هو داخل فيه وما هو ظرف له، ولذا فإنه لما قال هذا يوم عصيب، اليوم هو الظرف لوقوع هذه الوقائع. وفي هذه الآيات الحذر من مقاربة أهل السوء والفواحش، لئلا ينال الإنسان شيء من الضرر الواقع منهم. وفي هذه الآيات اعتبار الإنسان بتاريخه السابق، فمن كان من أهل الإحسان فيما سبق فهذا دليل على أنه يريد الخير والإحسان، ومن كان في السابق على السوء والإساءة
فهذا دليل على أنه إنما يريد ما وقع ما ماثل ما وقع منه سابقا. ولذا قال الله تعالى: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وفي هذه الآيات السعي إلى رد الناس عن الباطل والمنكرات بالخطاب الجميل واللفظ الحسن وما يستطيعه الإنسان في ذلك. وفي هذه الآيات تذكير الإنسان بإمكانه الاستغناء بالحلال عن الإقدام على المحرمات. وفي هذه الآيات التحريم القاطع لجريمة اللواط، وأنها كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، يخشى على صاحبها من أن تنزل به العقوبات الإلهية. وفي هذه الآيات أن جماع الإنسان لزوجته يعد من الأعمال الصالحة التي ينال بها الأجر، ولذا قال لوط: هن أطهر لكم. وفي هذه الآيات وعظ الآخرين بتخويفهم من الله جل وعلا وتحذيرهم من نزول العقوبات بهم. وفي هذه الآيات ترغيب الإنسان لغيره في الأفعال التي يكون له بها مجد وفعل وثناء حسن. وفي هذه الآيات التحذير من أن يفعل الإنسان أفعالاً تلحق الخزي والسمعة السيئة بإخوانه. وفي هذه الآيات أن الرشد بملاحظة عواقب الأمور هو شأن العقلاء، ولذلك على أهل الديانة أن يلاحظوا ما تؤول إليه الأمور وما تكون عليه في ثاني حالها. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا أن أهل الباطل يستمرون في باطلهم وغوايتهم ولا يستبصرون الحق والهدى حتى تنزل بهم العقوبة إلا أن يرحمهم الله جل وعلا. وفي هذه الآيات تحذير الإنسان من اتباع هواه والسير على مقتضى شهوته بما يخالف شرع رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات استقواء الإنسان بعشيرته وقبيلته من أجل أن يردوا عنه الأذى والسوء ليتمكن من الاستمرار في عبودية الله والدعوة إليه جل وعلا. وفي هذه الآيات استحباب أن يسعى الإنسان لتحصيل القوة لنفسه، سواء كانت قوة في بدنه أو قوة في ماله أو قوة برجاله، فإن ذلك مما يدفع عنه إرادة الآخرين به السوء. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد قدر نجاة المؤمنين وهلاك الظالمين. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالإنسان أن يستعجل العقوبة التي تنزل على الظالمين، فإن الله قد جعل لأقداره أوقاتا معلومة لحكم يراها سبحانه وتعالى. ومن ثم إذا رأيت على إخوانك شيئا من الهضم والظلم فاعلم، وتأخر الحال بهم فاعلم أن لله حكمة من ذلك، وأن عاقبة الأمور تكون للمتقين. وفي هذه الآيات مجانبة الإنسان للبيئة الفاسدة لئلا تنزل به العقوبة التي تنزل بهم. وفي هذه الآيات شناعة العقوبة التي نزلت بقوم لوط بسبب شناعة الفعل
والجريمة التي كانوا يقدمون عليها. وفي هذه الآيات أن من عمل عمل قوم لوط فلا يأمنن من أن ينزل به العقوبة الشديدة. ولئن كان قوم لوط قد زادوا بكونهم يجبرون الآخرين على فعل الفواحش بهم ويقطعون السبيل، إلا أن من كان من أهل الظلم والإقدام على الفواحش فلا يأمنن من نزول العقوبة الشديدة به. والله جل وعلا ينوع العقوبات ما بين زمان وآخر فلا يجعلها على منوال واحد. فهذا شيء من فوائد هذه الآيات وأحكامها. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلكم هداة مهتدين، رزقكم الله فهم كتابه وتدبر آياته، وجعلكم ممن زادت التقوى لديهم، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعلهم ملتزمين بطاعتك سائرين عليها. اللهم بارك لهم في أوقاتهم وأعمارهم وأبدانهم وأقواتهم. اللهم هيئ لهم من أمورهم رشدا. اللهم أصلح ذراريهم وعقبهم. اللهم اجعلهم على خير حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام حماية لإخواننا في فلسطين. اللهم لا تمكن عدوهم منهم. اللهم يا حي يا قيوم سد جوعتهم وأمن خائفهم وتولى شأنهم. اللهم اشف جرحاهم ومرضاهم. اللهم كن لهم معينا ناصرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم وفق ولاة أمور المسلمين للخير واجعلهم من أسباب الهدى، كما نسألك ربنا أن توفق ولاة هذه البلاد وأن تجعلهم من أسباب الخير والهدى والصلاح. اللهم اجزهم خيرا وبارك لهم في كل أمورهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.